اهلا بكم من جديد، بيسعدنا ان يرافقني في هذه الفقره الزميل وليد الحديدي. ازيك يا وليد؟ ازيك يا استاذ محمد؟ مجهز لنا ايه يا معلم؟ لا ده في حاجات كتير. ده والله والله نبدا من انا شايف الراجل انا عايز اقول لك مكاني ده، انا مش عايز انا بص في انطباع بيجي مش عارف يعني في عارف انت الحب اللي من اول نظره، في برضه الانطباع اللي من اول نظره صح؟ يعني الحب اللي من اول نظره العالم كله معترف بيه، صح ولا غلط؟ في طبعا لا لا العالم بص على مدار التاريخ طبعا الحب من اول نظرة. فبص الناس فيتوريا من اول نظره حست انه مدرب كويس، لكن الناس مع مكاني ده مش قادره يعني هو الموضوع تحسه فيه غموض كده. يعني شوف احنا قد ايه كنا بنتكلم عن قصه البحث عن مدرب المنتخب الاولمبي والكلام ساعه ما الراجل اتقدم وتم اعلان اسمه، وفي تعتيم كده مش حد عارف يقول عنه حاجه، مش يعني كده؟ مش لاقيين حاجه تتقال. لا اللي هو عارف انت يعني تحس هو مؤتمر بس الناس برضو مش حاساه. لا ما فيش، يعني انت ما بتحاول تقول حاجه مش فمش لاقي، قادر فانا احبه، قلت مش نتكلم قادر عنه. احبه من اول نظر. لا والله فعلا الموضوع غريب جدا. وربنا يخيب ظنوننا يعني. يمكن هو جه برضه في ظل احداث كتير بتحصل، واهلي وزمالك ومنافسه على دوري وتحكيم وبتاع، فبرضه الراجل ما خدش الفرصه في الكلام عنه. هو فعلا شخصيه غامضه لحد دلوقتي. فقلنا بس نحاول نعرف الناس مين هو ميكالي ده اللي بقى مدرب المنتخب الاولمبي، يعني بقى مدرب الاول حاجه انت اصلا. بحثت عنه اكيد وشفته وسرشت وتابعته والكلام ده، الاول قبل ما نتكلم حسيته مدرب كويس يعني؟ هو ما انا بقول لك هو لغز ليه؟ لانه الراجل حتى ده وانت بتبحث حسيته برضه لغز؟ انا عارفه من 2016، يعني انا كنت متابع ليه اولمبياد ريو الحقيقه، ودي كانت يمكن الذهبيه الاولى في تاريخ منتخب البرازيل. والراجل ميكالي ده شبه برضه تولى المدرب منتخب البرازيل شبه صدفه، يعني برضه ما كانش مخطط انه يمسك المنتخب اللي هو المنتخب الشباب اللي هو الاول. منتخب، هو مسك المنتخب الشباب وخد بيهم تاني في بطوله العالم، وكان في تفكير ان مدرب تاني كبير يمسك منتخب البرازيل، خصوصا ان البرازيل كان بتلعب على ملعبها في طبعا بطوله اولمبياد العالم دي ريو. كانت في البرازيل. اولمبياد ريو 2016. لا ما ريو في البرازيل، بتكلم على بطوله العالم دي. لا ما كانتش في دي خد البرازيل، تاني خد فيها. تاني بعد صربيا، دي ما كانتش في طب ما ده البرازيل. كويس نوصل فاينل. فكان بس خلي بالك برضو منتخبات الشباب الحقيقه في البرازيل والناشئين دايما بتعمل نتائج كويسه. دي كانت في امريكا بطوله العالم دي بيقولوا. وبعد كده كان في يعني كلام ان طب هم ده الراجل جيس هو. عايزين هو البطوله دي الحقيقه منتخب البرازيل كان في بعض الاسماء الكبيره زي نيمار وجابرييل جيسوس طبعا لاعب السيتي واللي انتقل لارسنال، وفي كان كمان فيليبي اندرسون لاعب لاتسيو بتتكلم على الاولمبياد وماركينيوس دلوقتي. الاولمبياد، دي الجيل اللي كان معاه في الاولمبياد. وزي ما قلت لك هو تولى التدريب بالصدفه، كان جاي بشكل مؤقت لحد ما يجيب مدرب كبير، كانوا عايزين بقى الناس اللي هي زي اسماء كبيره يعني طب ماريو ونيمار ديجارو. وقتها كان اولمبي ولا كان من ضمن الثلاثه الكبار اللي بيشاركوا؟ لا نيمار كان ساعتها في سن الاولمبي كده في 2016. فالراجل اللي عمل معاهم ماتشات كويسه في الاعداد فقرروا انه يكمل حاجه كده زي تجربه كابتن حسن شحاته يعني. والحقيقه بدايته حتى في الاولمبياد ما كانتش بالمستوى المطلوب، يعني هم كانوا في مجموعه فيها منتخب الدنمارك وكان معاهم جنوب افريقيا والعراق، ما كسبوش جنوب افريقيا وما كسبوش العراق، وبعدين عملوا رباعيه على حساب منتخب الدنمارك، لكن الحقيقه في بقيه الادوار عملوا مباريات كبيره وكان الجدول بتاعهم سهل الى حد ما، يعني لعبوا كولومبيا وهندوراس كسبوا 4-6، وبعد كده لعبوا المانيا في المباراه النهائيه تعادلوا 1-1 وكسبوا بضربات الترجيح. الحقيقه بعد ما حقق الانجاز مع منتخب البرازيل طبيعي بيتفك المنتخب الاولمبي بقى، بيبداوا لسه قدامنا 4 سنين نجهز منتخب اولمبي تاني. فالراجل سواء في مسؤولياته مع الفرق الاولى قبل الاولمبي ومنتخب الشباب وما بعد لما مسك مثلا فرقه زي جريميو واتلتيكو مينيرو وكده ما حققش اي نجاح. المنتخب الفرق الاولى دايما ما بيشتغلش معاه بشكل كويس، ما بيظهرش معاه بشكل كويس. وعلى فكره ده بروفايل موجود في الكوره، يعني مدرب اللي بيعرف يخرج ناشئين ويعتمد على لعيبه شباب وما فيش نجوم وبتاع، ده موجود في العالم كله، موجود حتى في مصر في مدربين بينجحوا جدا في دوريات الشباب ولما يجي يمسك فرق اولى ما بيتالقش. كان برضو اتعاقد معاه نادي الهلال السعودي، مسك منتخب او فريق الشباب هناك لعب حوالي 8 ماتشات كسب 6 وتعادل 2، كان متصدر دوري الشباب السعودي. خلي بالك الكلام ده من سنه، يعني من سنه هو الراجل قرر خلاص انه مش هيشتغل معاه فرق اولى تاني، لكن سبحان الله الحظ برضو والصدفه خلت الهلال وقتها يقيل لوتشيسكو المدرب الروماني، طبعا واحد من اهم الاسماء اللي اشتغلت مع الهلال في تاريخها، كان واخد معاهم دوري المحترفين، كان عامل جيل عظيم جدا ومنتخب وفريق يعني هايل جدا للهلال. مسك ميكالي، هم حتى جماهير الهلال بتوصفه انه اسوأ مدرب دربهم في تاريخهم هو ميكالي، روجيرو ميكالي. بعد كده اشتغل في الزفرة برضو الاماراتي، برضو محققش النجاح المطلوب، وبالتالي
تقدر تقول عليه انه قد يكون مناسب لمنتخب اولمبي، ممكن يكون جدا عينه حلوه، وده بيتقال عنه الحقيقه حتى في البرازيل انه عينه حلوه في اختيار الشباب والناشئين، وانه بيعرف يشتغل مع فريق بدون نجوم، لكن صعب انه يشتغل مع فريق اول، عشان كده هي تجربه محفوفه بالمخاطر. خلينا برضو نكون عادلين، النتائج بتقول انه بيشتغل مع الفئات السنيه كويس، وبالتالي منتظرين نجاح، لكن كمان المنتخبات الاولمبيه فيها لعيبه بتلعب في فرقها، بتلعب اساسيين، وعلى ما نيجي 2024 هيكون في نجوم كتير من نجوم المنتخب الاولمبي بدات تاخد الموسم الجاي مع فرقها، وبدا يبقى ليها اسم. فبرضه هي تجربه منتظرين نشوف هينجح فيها ولا لا. ميكالي نتمنى له النجاح. طريقته بيلعب 4-2-3-1، الطريقه المعتاده في الكره المصريه، ما بيلعبش 4-3-3 او 3-4-3 زي ما بدات تنتشر في الكوره دلوقتي. من المدربين اللي دايما بيقول لك الطريقه دي مختلفه عن طريقه فيتوريا. مختلفه عن فيتوريا، وده كل الكلام في اتحاد الكوره انه هيجيبه مدرب يواكب في افكاره، لو تفتكر المدير الفني للمنتخب الاول، وان هو وافق على ميكالي ولما رشحوه، مش ده كل الكلام اللي اتقال؟ وده ممكن جدا يكون هيحصل، ان فيتوريا طبعا هيكون ليه الكلمه الاولى والاخيره. بس هل الراجل هيغير افكاره الفنيه؟ طبعا. يعني ميكالي هيغير افكاره الفنيه عشان خاطر يبقى فيتوريا راضي عنه؟ طبعا. طبعا، لان فيتوريا دايما هو الهيد المدربين للمنتخب الاول، هو ليه الاولويه في انه يفرض لو في توجه من اتحاد الكوره. ده حصل في دول كتير تانية، في اسبانيا مثلا ده بيحصل، في انجلترا مثلا ده بيحصل، لما بيكون في توجه لانك انت توحد طريقه لعب، زي مثلا ما سموها في انجلترا مشروع الدي ان ايه الانجليزي، ان انت عايز توحد شكل واسلوب وطريقه لعب، فالكل لازم يلعب بيها. لو اتحاد الكوره مقرر ده ومتكلم مع ميكالي على ده، ان فيتوريا هو اللي هيقرر احنا شكلنا هيبقى عامل ازاي، فاكيد ميكالي هيلتزم. انت متوقع له النجاح ولا لا؟ اعتقد ان شاء الله، باذن الله باذن الله، يعني وفقا زي يعني ما يعني نحبه يعني خد بالك معاه فرقه كويسه، يلا نحبه وخلاص. هيبقى معاه لعيبه كويسه يعني، بقياده ابراهيم عادل، هيبقى كابتن الفرقه ابراهيم عادل، نجم بيراميدز يعني. وعنده كمان منتخب الشباب دلوقتي هيطلع له اسماء، مش اقل من 5-6-7 اسماء. طبعا طبعا. يعني عندك صلاح باشا مهاجم، عندك اسمه ايه، وحواش ورأفت خليل وماجد هاني، ماكليفت وماجد هاني، واحمد نادر طبعا في حراسه المرمى، المدافع رشدان المدافع، فرقه حلوه، واحمد نادر السيد، يعني غير الفئه اللي هي الاكبر. بالظبط بالظبط. هو عنده دلوقتي بقت في قاعده الى حد ما. طبعا يقدر يبني كويس، وده من حسن حظه يعني. كان الموضوع فيه تعتيم كامل، لان ما فيش حد، اللعيبه ما بتلعبش، وحتى مش اساسيين معظمهم في فرقهم. هو جه في مجموعه قدامه، في لعيبه في زمالك، من ايجابيات برضو المشاركه في كاس العرب الحقيقه مع الكابتن محمود جابر، ده حقيقي بطريقه. طب خليلو زيتش، انت ليه وصفه انه اتعس مدرب في الاهلي؟ غريب جدا الراجل ده. يعني تخيل، طبعا خلاص زي ما انت قلت في حضرتك في الانترو، انه تم اقالته رسميا من تدريب منتخب المغرب. طب انا ربطت بين اقالته وبين تصريحات موسيميني، وارد جدا على فكره، ده كلام كمان يعني كان بدا يثار حتى بعد ما انت اتكلمت. طبعا انت كنت اول حد اتكلمت في الموضوع في ده العالم. ده حقيقي، خد بالك. انا نفسي يمسك المغرب، مش عشان بحب موسيماني ولا طلع لكم الفيديو يطلع كلامي صح. لان انا سمعت من ناس في المغرب، في كلام في المغرب فعلا يعني من فتره، انه ممكن يكون مرشح لده. كان في كلام ربطه مع المنتخب المغربي ومع الوداد. يعني هو الكلام قال لك يا يمسك المغرب مكان خليلو زيتش، يا اما الرجراجه هيروح المغرب وهو يمسك الوداد. فده كان الكلام المصار. هو دلوقتي بيتكلم ان في منتخب بيتفاوض معاه وبيتكلم معاه، ونادي بيتكلم معاه برضه. الانديه، النادي الفاضي دلوقتي اللي ما عندوش مدرب غالبا، اعتقد الوداد لسه ما عينش مدرب بعد، لان الرجراجي لسه لم يعلن رسميا، بس الكلام لسه مفتوح، وارد جدا انه يمسك منتخب المغرب. خلينا بس رحيل، برضه الرجراجي كان غريب جدا يعني، بطل دوري ابطال افريقيا بينافس على افضل مدرب في القاره يعني. بس لما يجي لك منتخب المغرب خلاص مش هتقول لا، وكمان ده عايزين يعملوا معاه عقد طويل، مش فكره بس كاس العالم، هو الجامعه الملكيه، زي برضو ما بيثار في الصحافه ان فوزي لقجع بيحب الرجراجي ومقتنع بيه جدا بمشروعه، وشاف انه عمل مع الوداد، وده حقيقي، عمل دوري ابطال افريقيا جاي بس جدا. بس لسه مفيش حاجه رسمي، كل لسه مفيش حاجه رسمي، هو في كلام. كله كلام النهارده، انه قاعد وبيتكلم مع الجامعه الملكيه المغربيه، لكن مفيش حاجه مؤكده. الكلام زي ما قلت لك انه لو تعاقد هيبقى لمدة 3 سنين تقريبا، يعني هياخد كاس العالم وبعدين كاس الامم الافريقية، وما بعد كاس الامم الافريقية يقرروا. يعني هو رجراكي او موسيماني، يعني وارد موسيماني، يعني بيقصده يا المغرب
بس انا اللي خلاني برضه اشك في اللي هو ان هو قال لك ايه، منتخب عنده طموح بس ما حققش نتائج الفتره الاخيره، والمغرب وصل كاس عالم. المغرب وصل كاس عالم، لكن ده انجاز كبير طبعا، انجاز كبير بقى يعتبر طبعا. الا موسيماني مش واخد باله ان المغرب وصل كاس عالم متوه ولا حاجه، دي قصه ممكن تانية. ممكن برضه موسيماني ذكي يعني، برضه مش هيوقف كل ال طبعا ذكي جدا. او ممكن يكون قاصد كوت ديفوار، كوت ديفوار برضه ينطبق عليه الكلام ده، مش كده؟ كوت ديفوار ينطبق عليه لانه منتخب كبير وعنده يعني ما يخرجش عن المغرب وكوت ديفوار. ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش حتى طموح موسيماني نفسه لما يجي يشتغل ما اعتقدش هيتنازل عن المستوى ده، لانه عنده فرصه يشتغل مع انديه كبيره سواء في افريقيا او في المنطقه العربيه في منطقه الخليج مؤكد، او حتى في جنوب افريقيا. يعني احنا كنا سمعنا وكان كلام اكيد من الصحافه الجنوب افريقيه ان منتخب جنوب افريقيا كان بيتكلم مع موسيماني الفتره اللي كان فيها مع الاهلي. فده وارد. برجع لخليلو تزيتش، ليه خليته تعيس؟ ما هو ما بقول لك الراجل ده عنده رقم غريب جدا. اولا صعد 4 منتخبات لكاس العالم، في 3 مرات من الاربعه مشي بيصعدهم ويمشي عكس كيروش العبش البطوله يعني. شوف كيروش يعني، كيروش السي في بتاعه 4 مرات كاس عالم تقريبا، 4 مرات ولعبه. لكن ده صعد مثلا اليابان في 2000 اول حد صعده كان كوت ديفوار في 2010، صعدهم بعد كده حصل خلافات بينه وبين اتحاد كوت ديفوار فراحوا اقلوه قبل البطوله. بعد كده في 2014 طبعا ده كان يعني الظهور الاروع في تاريخه هو وفي تاريخ منتخب الجزائر يمكن في كؤوس العالم، لما صعد لكاس العالم 2014 وقدم اداء رائع وخرج قدام منتخب المانيا في مباراه كانت ماراثونيه في دور ال 16. طبعا كان قريب جدا يعني انه يعمل المفاجاه، يعني كاس العالم الوحيد اللي لعبها تخيل. بعد كده صعد اليابان في 2018 ومشي، خانق معاهم ومشي، وصعد المغرب في 2022. هو بيجي عارف انت بيجي على نجوم ولاعيبه وشايلها هو صدامي جدا جدا يعني. هو راجل بص اللي مشاه حكيم زياش، بيقول حكيم زياش ونصير مزراوي وامين حارس يعني اسامي تقيله جدا. يعني اسامي تقيله وكمان مستفز يعني. يعني عديها وايه بقى واجتماعات ويقعدوا معاها طب عشان خاطرنا يعني قافل الباب تماما. فطبعا خلاص يعني حكيم زياش في المغرب حاجه كده زي محمد صلاح في مصر يعني، معشوق الجماهير هناك. لعيب كبير فعلا، لعيب كبير يعني ازاي تلعب كاس عالم من غيره يعني. هو كان شايف ان حكيم زياش ما بيهد استقرار الفريق وما بيلتزمش بالتعليمات قوي ومتدلع شويه، هو الراجل ده ما عندوش الكلام ده الحقيقه. وبرده ممكن يعني تعذره، ما هو برده لما يكون عندك نجم متمرد حكيم زياش ما كانش بالشكل الامثل يعني كسلوكيه. بس انا ما بنسمعش عنه كده في اوروبا، ما فيش حد في اوروبا يقدر يعمل كده اصل هنا في المنطقه العربيه، مش تحديدا المغرب، المنطقه العربيه. ولما حكيم زياش زعل والراجل استبعده مشي المدرب عشان حكيم زياش، لكن في اوروبا لو والله لو مين، ما فيش الكلام ده طبعا، مفيش الكلام، مفيش لاعب اكبر من مدرب في اي منظومه محترمه في العالم. ممكن طبعا النجم يكون ليه طريقه تعامل خاصه وكل النجوم ليهم طريقه تعامل خاصه، بس لو وصلت لمرحله الصدام فدايما تغليب السيستم على الاسم الفردي ده اللي بينجح. يعني احنا عندنا مثلا لو جه فيتوري ده قال لك محمد صلاح مش هيبقى موجود، هي ايه الاسباب؟ ما هو برضه ايه ده الاسباب؟ ده مش هنسمع اسباب، هنمشي بعد دقيقه يعني، بعد دقيقه اقول محمد قبل ما يقول صلاح. محمد مين؟ عارف انت القطر الاسرع من الصوت اللي هو هتلاقي وليد العطار عمل تصريحات على طول، لك جهزنا التذكره تم قبول استقاله روي فيتوريا. ما اعتقدش هيعمل كده. حتى بمناسبه الراجل اللي كنا بنتكلم عنه ميكالي ده، اول تصريح قال لك هو عارف برضو. بص يعني الجماعه اللاتينيين دول زي البرتغاليين كده، اول وده طبعا طبيعي انه يقول كده، بس انا اقصد ده اول حاجه طلع قال لك انا هاخد محمد صلاح معايا في الاولمبياد الجاي. ما لسه يا عم، ما طبعا 2024 ويعني استنى ما نشوف ده. بص ده لو اولمبياد 2036 لسه سلام عليكم انا ميكالي وهاخد صلاح. بس عايز اقول لك ان صلاح نفسه هيبقى عنده الرغبه دي. اعتقد صلاح ما لعبش اولمبياد، لعب اولمبياد اعتقد مع لعب 2012 مع كابتن ومع هاني رمزي وصعدوا للدور الثاني، كنا خرجنا من اليابان وعلى فكره كنا عاملين بطوله حلوه في الدور الاول. بس هو بالنجوميه دي صلاح ما لعبش، ما لعبش وهو حاسس بده، لانه من الحاجات اللي دايما بيتلككوا عليها في موضوع اختيارات الاحسن ومش عارف ايه، انه بطوله عالميه وما خدش بطوله وبتاع. يعني لو كان مثلا كان مع منتخب مصر مؤكد ان منتخب مصر كان على الاقل هيكمل خطوه يعني، بدل دور 8 كان على الاقل ممكن نوصل سيمي فاينل بمحمد صلاح. فتخيل بقى لما يكون صلاح وياخد. خد بالك احنا خرجنا من مين برضه؟ من البرازيل. اللي خد الذهب مين؟ البرازيل اللي خدت الذهب. بس ما كناش هنوصل سيمي فاينل حتى لو صلاح. يعني صدق كنا ممكن نتصدر المجموعه ونلعب التاني بدل توصل. ما نلعب البرازيل. فلا في دي ممكن. طبعا في دي ممكن طبعا. فهو طبعا زي ما قلت لك سيء الحظ جدا. خليلو زيتش بدا بقى اسمه يرتبط، انا شايف النهارده السوشيال ميديا الاهلاويه بتقول خليلو زيتش بقى فريا خطيب، فايه رايك؟ لا سوارش خلاص هتقارنه
سواريش بخليل وزيتش. انا قلت لك بقى يعني ده نبض السوشيال ميديا الاهلاويه النهارده، فقلت ان ده سواريش يا جدع. لا لا ده موضوع تاني. اه طبعا مقتنع جدا بصلاح محسن وميكيسوني، ده انا بين الحلفاوي اللي بيدافع عن اهلي حق وباطل. سواريش جننه. شفت التويته اللي هو برضه يعني لمساته لسه مش واضحه الحقيقه. سواريش يعني الواحد بيحاول لسه. ده انا شفت له لقطه بيتخانق مع اسامه قمصان، بيقول له ما حدش يتكلم، ما انت اللي خليته يتكلم. هو تلاقي اسامه قمصان قاعد بيشد في شعره. اللهم الا، ودي برضه محتاجه تاكيد يعني، لانها ما كانتش ظاهره في الماتش الكبير سواء قدام الزمالك في الكاس او قدام بيراميدز في الدوري، فكره ان دفاع الاهلي رقميا بقى افضل معاه. لكن زي ما قلت لك الاهلي في الماتشين الكبار اللي الدفاع محتاجه فيه، في ماتش الزمالك في الكاس لما في الاثنين لما خسر 2-1، وفي ماتش بيراميدز في الدوري بتاعت كابتن سامي قمصان، احنا واخدينها طبعا من اليوم السابع، فيديو اليوم السابع. بص سواريش تاني كده يا جماعه وبتخانق مع بص ده طبعا اهو بيقول الكابتن سامي قمصان ما حدش يتكلم غيري. بص هو لما المدير الفني بيكون مقنع مستحيل المدرب المساعد يفكر يتدخل، وهو حقه طبعا ان هو اللي يخلينا برضو نقول الصح طبعًا. لكن هي المشكله هل انت قادر تقنع سامي المجموعه؟ بيستغرب وبيقول للكابتن سامي حفيظ سيد يعني ايوه ممكن يكون يعني اتكلم بشكل عفوي. سامي مؤدب كمان جدا. عادي عادي في مدرب مؤدب جدا يعني جد. وعارف حدوده كويس وما سمعناش شكوى من اي مدرب على كابتن سامي قمصان في مدار وجوده في النادي الاهلي. بس سواريش ما فيش طعم. طيب احنا عايزين نشوف ام رابيو بقى وام مبابي وام ربيع وام حسين. يعني بص الكره بقت جروب المامز، عارف انت مامز مين دول؟ والله العظيم دول امهات جبابره. ده فعلا قلب جروب المامز والله يعني دول جبابره. فعلا جبابره. والله يعني حاجه مش طبيعيه الموضوع. عارف انت يا مسي بص بقى بمناسبه يا مسي، طب هاتوا يا جماعه الفيديو بتاع الخناقه بتاعت ام رابيو بمناسبه ام مسي، هتلاقي حته ام مسي بالفرنساوي. طب ما تيجي ناخدها بعد الفاصل، عندنا دقيقه فاصل. يلا نطلع فاصل بسرعه ونشوف ام السيد او ام رابيو فيديو خناق بجد. ام السيد بالفرنساوي بقى، بتهزر انت بالاكسون. بتتخانق على الغسيل ولا لا؟ نشوف. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. قول لنا يا بيه على ام رابيو. انا بقول لك الحاجه ام رابيو نسبه ام السيد يعني. ام رابيو فيرونيك طبعا هي وكيلته. ودي لقطه كانت شهيره جدا في اليورو اللي فات، كان الماتش في بوخارست كان بين فرنسا وسويسرا، وساعتها كان اتعادلوا الاثنين 1-1 وفرنسا خرج بضربات الجزاء. ففيرونيك ام رابيو واقفه بقى بتقول لام بوجبا اللي تحت دي ابنك اللي غلطان في الجون، وانت يعني ربيه كويس عشان بعد كده ما عادش يخسر الكره ويجي فينا اجوان. لا والله ودي ام بوجبا اللي تحت دي ام بوجبا الست، وانا حاسسها اصغر من بوجبا. ده شفت بتقول لها ايه؟ شفت ابنك؟ انا قلت لك دي ام السيد بس بالفرنساوي. لا ام بوجبا واللي جنبها دي مين؟ المهم دي اخت بوجبا، واللي فوق لابس رقم 6 ده اخوه. على فكره اخوه شكله شكله بالظبط يعني، كان لعيب كوره وده اخوه، فسابهم بقى يتخانقوا وقال لك مش هدخل بين الحريم. ده ام بوجبا بص بتقول له بنتها ايه الوليه دي؟ الشلق دي. بقى وعنيفه جدا، هي مشهوره عنها قوه الشخصيه. ده بيقولوا طلعت بره اتخانقت تاني واتخانقت مع ام مبابي في المدرج يا عيني، وطلعت شاطت فيهم بقى بره. لا يا راجل. والله ردحت يعني. الستات اللي مش عارفين يربوا ولادهم اللي بيخسرونا دول ولا حد عارف. المهم ابنها ما بيلعبش اصلا. يعني مش عارف عامله قلق ليه. فطبعا بقول لك ان هي داخله في صفقه رابيو دلوقتي. فيرونيك انت عارف مانشستر يونايتد عايز لعيب خط نص، بيحاول يتفاوض مع فرانكي دي يونج لاعب برشلونه، لكن الموضوع صعب. دي طبعا لقطات من وصول رابيو اللي كان جاي من البي اس جي للتفاوض او التعاقد مع باريس سان جيرمان. وكان طبعا زي ما احنا سوري مع يوفنتوس، كان جاي من باريس سان جيرمان للتعاقد مع يوفنتوس، وطبعا والدته هي معاه في الطياره، ودايما هي موجوده معاه في كل المناسبات. هي وكيلته. وهو يقال يعني انه طبعا ما بيمشيش من غير رايها، وهي صاحبه القرار ابن امه يعني. ابن امه كرويه. وده بقى ظاهره منتشره الحقيقه، ظاهره الامهات دي. يعني زي ما قلنا امه رابيو ووالده امبابي هي اللي خلصت الصفقه ليه لما ناصر خليفه قعد معاها واقنعها، وابو نيمار، وكل معظم اللعيبه دلوقتي حتى الاند. بس خد بقى والاند كمان ابوه كمان أبوه داخل. كان واخد كوميشن كبير. انت عارف الكوميشن من صفقه يعني الاند الدفاع
له 60 مليون يورو شرط جزائي في عقده مع بروسيا دورتموند. ولعيبه الكوره اخيرا عرفوا ان رضا الوالدين ده طبعا. وابو ميسي هو اللي بيدير اعماله قصه كبيره يعني. مفيش غير رونالدو هو اللي يا ساب الحاج على جنب تشجعه هو اللي مظبط مع وكيل بس تاني. عايز اقول لك انه داخل عندنا حتى الفكره دي الاهالي دي اخو مين مش عايز اقول اسماء يعني عندنا هنا وابو مين واخو مين بقى ابهات واخوات كتير داخله بقى في الفلوس بقت كتير الفلوس كتير وللغريب يعني ام الراجل ده ام رابيو دي يعني هو الصفقه ممكن تبقى بكام؟ هو في كلام ان الصفقه عارض مانشستر يونايتد عارض حوالي 17 مليون يورو ومرتب اقل من اللي كان بياخده في يوفنتوس. يعني في كلام انه هيدوله 5 مليون يورو في السنه كمرتب، هي عايزاه يوصل ل 7 مليون يورو زي ما كان بياخد في يوفنتوس. هي طبعا ليها كوميشن من قيمه الصفقه وكمان غالبا يعني لما المرتب بيبقى 10% من 17 مليون، فانت بتتكلم في 1.7 مليون ونص تقريبا او مليون و7 من 10 وزائد زائد الكوميشن من نسبه المرتب طبعا هتطلع لها ب 2.5 مليون زائد صباح الخير. مؤكد ان الخناقه دي اكيد فيها حاجات هتدفع اندر تيبل يعني زي ما بيحصل كل الصفقات كده. فهي مقفلهم بقى البيعه وقال لهم يا توافقوا على الشروط يا اما البيعه دي. المشكله الانتقال ده في صالح ابنه فنيا، هو الواد هيروح يلعب هناك في مانشستر يونايتد. هم عندهم ما بيلعبش كتير في يوفنتوس يوفنتوس عامل صفقات قويه كان اخرها كوستيتش النهارده. فالحقيقه الموضوع صعب ولسه واقف، بس اعتقد ان لو مانشستر اصر هيضمه، لانه فعلا هو رابيو من اللعيبه اللي كانوا طالعين بشكل رائع جدا، لكن حصل تراجع في مستواه لانه ما كانش بياخد في باريس سان جيرمان. انا عايز اسال سؤال بقى، في حاله انها اتخانقت مع لاي سبب ان كان مع مانشستر، يعني دول وكلاء معتمدين دلوقتي في الفيفا؟ طبعا يعني امه دي معتمده في الفيفا؟ معتمده طبعا، ما تقدرش تتدخل في صفقه ويعلن. طبعا معتمد يا ولاد اللذين. ما هو ما انت بتبلغ باسم وكيلك يعني تخيل مثلا يبقى قاعد جمال علام في اتحاد الكوره تخش تقول له انا امه فلان، عايز مش عايز اقول اسماء، انا امه اللي قابل هتحصل في مصر. بص هتعتمدني هتحصل في مصر. انا ما تقلقش جايه جايه هي جايه قربنا لها يعني قوي. انا امه اللي قابل فلان انت مش عارفني هات استمارة يا سي جمال بقى والكلام ده والله العظيم كوميديا برضو الرياضة فيها كوميديا لطيفة. طبعا ما بقول لك طيب وياما هنشوف الدوري الاسباني خلاص، يعني احنا الدوري الاسباني والايطالي خلاص الاسبوع ده ان شاء الله يعني خلاص. الانجليزي انطلق، انما الانجليزي انطلق والالماني انطلق والفرنسي طبعا لكن لسه الاثنين الكبار بقى اللي ما انطلقوش، الليجا والدوري الايطالي. طبعا الدوري الاسباني السنه دي الاختلاف فيه ان برشلونه مختلف عن السنه اللي فاتت، ليفاندوفسكي وطبعا بقيت بقى الناس صفقات كويسه بصراحه. ليفاندوفسكي ورافينيا وكريستنسن وفرانكيسي ويعني مجموعه لعيبه الحقيقه مميزه جدا، وتجديد عقد ديمبيلي، وفي كلام دلوقتي عن برناردو سيلفا. طبعا اللي حصل ان برشلونه كان عنده مشاكل ماليه، فعل الروافع الماليه انه بدا يبيع حقوق بس لمده 10 سنين قدام، فدخل له فلوس فبيحاول يظبط الميزانيه، لكن لسه في مشكله في تسجيل بعض اللعيبه دلوقتي شغال عليه. يعني لسه كيسي وكريستنسن ما تسجلوش لحد دلوقتي وبيحاول يظبط الامور. خلينا بقى نروح لريال مدريد كمان، اللي يعني قبل ما نتكلم بشكل عام، ريال مدريد امبارح او اول امبارح خد السوبر الاوروبي. طبعا ده كان متوقع، كسب فرانكفورت باقل مجهود 2-0. والراجل الحقيقه انشيلوتي قرر انه ما يعملش صفقات كتير، كان هو كان تقريبا نفس التشكيل يعني. نفس هو لعب بنفس التشكيل، نفس الطريقه بنفس الشكل كل حاجه. هو بص حتى البنزيما جاب جول يعني حتى كل حاجه بنزيما جاب جول. تحس ان الماتش كان في الدوري اللي فات، الف مبروك والله تحس ان الماتش ده معاد صح يعني كان الموسم اللي فات. فعلا فهو انشيلوتي عنده فرقه واخده دوري ابطال، واخده دوري اسباني، فمؤكد ان هي مش محتاجه اضافات كتير. والراجل الحقيقه المشكله اللي كانت عند ريال مدريد ان حتى اللعيبه البدله قبل انشيلوتي كان مستواهم بعيد عن الاساسيين. هو الراجل الحقيقه شغل كل اللعيبه وطلع من كل اللعيبة. يعني فالفيردي مثلا بقى لاعب لا يمكن الاستغناء عنه مع انه ما كانش، هو عمل بطوله اعجازيه كمان اللي فاتت طبعا يا دوري ابطال اوروبا. خد بالك ده قبل تشيلسي وقبل باريس سان جيرمان وقبل مانشستر سيتي وليفربول، يعني اصعب طبعا اصعب اربع فرق قابلوه وكله كوم بقى. والماتش بتاع مانشستر سيتي طبعا فما حاجه على راي رودريجو. ده مش ده ماتش مش سبحان ممكن. الله يعني هو اللي ماتش تاريخي بصراحه، نزل رودريجو وهو خسران فيروح جايب بجوان وبالراس ويرجعه وبعدين ده ماتش تاريخي. بص هو سيناريو مش طبيعي طبعا بصراحه. فالانشيلوتي ما اشتراش حد، هو جاب اتنين لعيبه بس. روديجر في خط الدفاع من تشيلسي انتقال حر،
وجاب تشاوميني دفع فيه 100 مليون من موناكو. تشاوميني طبعا لاعب خط وسط. ده معناه ان هو هيشتغل بنفس السيستم بتاع السنه اللي فاتت. وهو مش محتاج اكتر من كده. بس هي مشكلته الوحيده اعتقد يعني انه عنده نقص في المنطقه الهجوميه تحديدا في الجناح اليمين. هو بيستغل فالفيردي في الحته دي، وفالفيردي لو ما اداش بشكل كويس او كان بعيد او كان مباراه عايز فيها اضافه هجوميه، طبعا رودريجو كمان بينزل يشتغل في المنطقه دي. فهو اعتقد انه محتاج جناح يمين ومحتاج مهاجم بديل لبنزيما، لان برضه بنزيما لما بيغيب بيكون في مشكله. لا بيغيب بيفقد 50% من قوته بصراحه يعني. فانا اعتقد انه ممكن جدا يكون في صفقه هجوميه ريال مدريد فيما تبقى من زمن الميركاتو. تعرف احنا معانا لحد اخر 8. تمام. زي ما قلنا المنافسه واضح في الليجا هتكون بين ريال مدريد وبرشلونه بشكل كبير. وكالعاده اتلتيكو مدريد برضه يمكن اكسل فيتسل بس اللعيب الوحيد البلجيكي طبعا اللي جاب. خد بالك ده بنزيما كده 324 جول. طبعا هو بنزيما ده تاني الهدافين التاريخيين كده. بالظبط بعد كريستيانو. بعد كريستيانو يعني هو تخطى راؤول دلوقتي. ده بعد الجول اللي جابه في موسم عظيم في السوبر بعد فرانكفورت. فبقول لك هو موسم عظيم طبعا، مكمل حياه كريم بنزيما التالق بتاعه. واكيد اكيد هيكون قدامك ناس كتير جدا اتكلمت ان التالق ده الرهيب ده بعد ما مشي كريستيانو. يعني هل كان بقى وقت كريستيانو كان ظالم نفسه بنزيما ولا لا؟ الكلام كتير بيتردد في القصه. شوف دي. هو برضو كل اللي اشتغل في فتره كريستيانو في ريال مدريد، ثم كريستيانو يوفي، ثم كريستيانو مانشستر يونايتد، كل الكلام اللي بيتقال ان كريستيانو بيأدي بشكل كويس جدا لكنه بيحول الفريق لفريق النجم الاوحد. اتقال ده في ريال مدريد، ولما في يوفنتوس حتى زمايله قالوا كده. بونوتشي مثلا قال الكلام ده لما مشي من والنهارده حتى اداره مانشستر يونايتد وايريك تين هاج شايفين انه مفيش مشكله ان هم يسيبوا رونالدو، لان زي ما قلت لك هو بيبقى متالق جدا لكن ما ينفعش تعتمد على اللعب. هو بيحول الفريق لمنظومه اللعب. بس الريال مع كريستيانو عمل حاجات تاريخيه طبعا. ما دي كانت فتره البيك بتاعه، ده اعظم حاجه. لكن يعني برضه دوري ابطال اوروبا كم مره، دوري اسباني كم مره، افضل لاعب في العالم 4-5 مرات طبعا. حتى على المستوى التسويقي ده بالنسبه لهم عمل فلوس طبعا. بس برضه خلينا ناكد يعني عشان ما نتهمش رونالدو وجوزيفا، حتى بنزيما نفسه في فتره كريستيانو رونالدو هو نفسه ما كانش مهتم بنفسه. كان بيدخل في مشاكل، وفاكرين القضيه الشهيره طبعًا. وحتى اللايف ستايل بتاعه كان دايما ليه صور مش عارف في سهرات ومش عارف اختلف إيه. التزم جدا، التزم طبعًا. تماما، حتى لما بيحط تلاقيه حاطط الثلاث تمرات ونص كوبايه اللبن بيفطر بيهم في رمضان وعمره وحاجات. طب احنا عشان الوقت بيجي الدوري الايطالي بسرعه. الدوري الايطالي برضو من الدوريات طبعا يعني شديده المتابعه في المنطقه العربيه. الميلان حامل اللقب، تدعيماته ما كانتش عنده برضو مشاكل ماليه، التدعيمات ما كانتش بالمستوى المطلوب، لكن جاب موهبه بلجيكيه اسمه ديك تلير، لاعب بيلعب صانع العاب وبيلعب جناح، بس يعني اكتر حاجه صانع العاب وشادو سترايكر، هيكون اضافه مهمه. الميركاتو كان قوي جدا في الانتر طبعا بضم لوكاكو ومختاريان. طبعا يوفنتوس رقم واحد كالعاده في الميركاتو لانه ضم العديد من الاسماء طبعا، دي يعني ماريا كفاية. دي ماريا طبعا وبريمير، ويعني او اكتر من لاعب كان مؤثر الحقيقه في يوفنتوس، لان في يوفنتوس خارج من موسم كان صعب جدا عليه انه لم يتوج. وطبعا بوجبا طبعا انتقال يعني ما اتكلمنا عنه قبل كده. انتقال بوجبا طبعا مهم جدا ليوفي، هو لاعب يوفي صدقت السنه دي حاجه ثانيه، هيبقى حاجه ثانيه. اعتقد ان يوفنتوس السنه دي مش هيتنازل، لانه زي ما قلت لك اول مره من سنين يمكن من 10 او 11 سنه يخرج زيرو بطولات الموسم اللي فات. روما اللي كان مفاجاه في الميركاتو طبعا بوجود جوزيه مورينيو، انضم ديبالا وفينالدوم راح كمان من باريس سان جيرمان. فواضح ان روما كمان واخد الموضوع جد. الدوري الايطالي اعتقد السنه اللي فاتت كان مميز والمستوى كان مرتفع. مشكلة إيطاليا الوحيدة لسه هي المشكلة المالية. معظم الأندية بتعيش أزمات مالية، معظم الأندية حتى يوفنتوس نفسه، لكن على مستوى الكورة أعتقد أن الموسم اللي جاي هيكون موسم سخيف. ده شركات البيتزا الأمريكانية قفلت بشكل مالية في كل حاجة. ما هو بص قال لك البيتزا الطلياني فاتح 4-5 سنين بيقول لك آخر فرع قفل، مش عايز أقول الاسم يعني عشان مش إعلان. ما فيش إيطالي هيروح ياكل بيتزا أمريكاني يعني تخينة دي. برضه يعني ينفع راح تبيع مية في حارة السقايين ده هو إيطاليا بيتزا ومكرونة طبعا يعني. طب نختم بالفانتازي بتاعنا. احنا طبعا عاملين دوري بوكس. انت عملت فرقه ولا نسيتها يا محمد؟ نسيت. ما تفكرنيش يا وليد، انت مش عايز تدخل في المنافسه انا عارف. عملت يا وليد وخسرت. جبت كام نقطه؟ طيب جبت كام نقطه؟ خلاص يا وليد بقى وليد. طيب ماشي. وعلى فكره عملها لي فارس ابني. اكيد اشتغل لك اللعيبه اللي ما بتلعبش. والله ابن اللذينه. بص هو بقى في الاول وانا سنجيب اعلى منك. والله ابن اللذينه ماشي.
دول طبعا يعني اللي تصدروا الليج بتاعنا، الدوري بتاعنا في فانتازي الدوري الانجليزي. محمد نصر جاب 101 نقطه وده رقم هايل جدا. رضا عيد جاب 99 نقطه، واكرم امين 97 نقطه في المركز الثالث، وتيكو اللي هو تامر جابر جاب 94 نقطه. اعتقد ده تامر جابر ده زميلنا المذيع، اعتقد زميلنا المذيع بتاع الراديو. زميلنا المذيع في الراديو طبعا معانا هو بينافس بقوه. برافو يا تامر. ده تامر معايا في شعب اف ام. في شعب. طبعا من الشخصيات الجميله جدا الحقيقه. ونعيمه فتحي احمد 91 نقطه في المركز الخامس، وبعد كده محمد مجدي في المركز السادس ب 90 نقطه. المنافسه قويه جدا ويعني النقاط متقاربه. انت جايب لنا اول سته كده. ده اول سته كفايه يعني، وبعد كده ان شاء الله على فكره انت تقدروا تشاركوا برضو. الكود احنا بننزله. ده الكود اهو. اللي هو UTC 42 H. ده الكود تقدر طبعا، هم الناس اللي بيلعبوا فانتازي عارفين بياخدوا الكود ينسخوه يحطوه في يعمل سيرش ويدخل على طول على الليج، وان شاء الله يبقى في مفاجآت كده الفتره اللي جايه. الفريق العمل بتاعنا مشارك. كل الناس، كل القناه. كل القناه، كل الناس. ما فيش قبض. كل الناس تشارك في والقبض هيرتبط بنتيجتك في الفانتازي. طبعا. يعني تبقى متقدم تقبل مرتب، مش متقدم قوي تاخد تلت. خلي بالك في عدد كبير جدا جدا مين بقى متقدم الفانتازي عندنا في ده سؤال برضه. وليد ده سؤال يعني، بلاش الاسئله دي عشان ما احبش اتكلم عن نفسي. مش هتكلم عن نفسي. مين بعدك؟ مفاجاه. مين؟ مفاجاه. ده انا الاخير. الدكر وعلي، وعلي البحيري. لا يا راجل، دول اللي وراك على طول. علي 56 نقطه، انا 73 نقطه. اوكي. علي زميلنا 56 نقطه. ومحمد الدكر تخيل نجم الكره العالميه 55 نقطه. بتتكلم جد؟ تخيل يعني اصل كل حاجه احسبها فلوس على طول. لا معاه 100 مليون ف اتجنن. اقول لك هياخدها ابني بقى بيتي. هو ليه ده؟ انا مين يا جماعه؟ وفي مين اسمه ايه؟ وفي حازم مهندس الصوت بتاعنا بيقول 83 نقطه مع معديك. انا ما اعرفش بقى الاكونت بتاعه، ما قاليش يعني. انا بقيت في المركز يعني. داخل يا باشمهندس لازم تقول دلوقتي. سيبني بس اعمل. وليد انا بشكرك شكرا جزيلا. نلتقي الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. احنا الجمعه والسبت اجازه لحد ان شاء الله في تمام 11 مساء. حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.